يا جماعة اليوم في مهرجان الجميزة ونجوى كرم رح تكون موجودة هون وجايب لها غراض لشوفها هني بس عم نبش عليها صراحة وما لقيتها. شفتي شي نجوى؟ شفتي شي نجوى؟ شفتي شي نجوى؟ وينها؟ باي. شفت شي نجوى كرم؟ أكيد أنا اللي شفت، أنا تركت هولندا اليوم لحتى أحضر الست نجوى. تمزح. خيي نيكولا. سوري اسمح لي اقول لك ضبطت ضبطت تخيل نيكولا اصلا لغيوا الالقاب ما في الالقاب اكيد صح؟ عملنا هالمهرجان تا نخلي الحياه ترجع لهالشارع الاساسي. اختي نجوى يا حياتي اي لاف يو جوني وين مكان؟ ام تي في اكيد انت منيحه؟ انا منيحه اهلا اهلا بالحاج وين الحاج؟ نحن بنفاجئك كمان كيف جيت اليوم؟ ماشي هذا مهرجان بيستحق انه نجي ماشي ما بيطلع منك غير الكلمه الحلوه مش معقول يا شيخه لانه هذا الشيء بنحبها بكل تفاصيلها اصلا هيدي كارلا قولي هاي هاي حب البنزين الاسود صار الابيض ليومك الاسود هيدي انيب بنزين تنتبه عليها اذا شفت لك بدله انيمك ماي بتروز الماي اكثر منها حلو خلص جوني جوني هيدي سولد واكبر هيدي سولد واكبر شغله ثانيه كمان أزمة خبز جوني خبز؟ شو بعد؟ ربطة خبز بعتذر أنا بدي أحكي شيء ما كان في شيء اسمه جلوتين على أيامنا مزبوط. أيام ستي وجدي مزبوط مش عم بفهم شو هيدي المادة اللي بدها تتحط بهيدا الخبز اصلا لما بده يرجع الخبز للعالم بنصح انه ما تحطوا لنا هالمادة لحتى نقدر ناكل خبز بدون ما يتلف لنا خلايا دماغ اخر شغل حبي اطلبرينا لانه اذا راحت الكهرباء بس قد ما تروح الكهرباء نجوى كرم منورة ميرسي بس الجوني انا رح ضوي شمعة على نية لبنان وشمعة على نية المسؤولين لحتى ربنا يعطيهم الحكمة ويديروا لبنان وشمعة على نية الشعب لحتى يحبوا أكتر لبنان ويستروا عيوبه وشمعة على نية الإكليروس والشيوخ ليصلوا لنا أكتر لحتى يضل بلدنا حلو وشمعة لك أنت لحتى تضلك تحكي عن لبنان بإيجابية شمعة لمسيو نيكولا لحتى ما ينسى يضوي دايما بالأمل والحب على كل اللبنانيين وضوي شمعة لأمي لحتى الله يعطيها الصحة وشمعة يرد عني كل شر في العالم وراك شو بتقولي له؟ بيتك تقبرني شو بحبك ما بتخيل حالي بدي أحكي لأحكي لك بعشا بعشا تفاصيل شو بدي أحكي لأحكي لك لما نجوى